FM. الكلمة ليك. حاضرة بحضنا في استديوهات كابا فيما مدام إيناس بركات، ممثلة عن قائمة حركة النهضة عن بلدية عفوا منزل بوزلفة الدائرة الانتخابية نابل 2. مرحبا بك مدام. مع السلامة ومرحبا بمستمعي كابا فيما الكل في ولاية نابل وفي الوطن قبلي وخاصة في منزل بوزلفة وفي تونس كذلك. وفي تونس بتبقى. ولا الناس يتابعوا فينا على ستريمينغ نتاعها كذلك على السيت نتاعنا www.capradio.tn. دونك مدام إيناس بركات، كان تعرف عن نفسك في البداية. بركات إيناس أصيلة منزل بوزلفة، متخرجة من معهد الأعلى للتصرف، صاحبة مكتب مسك محاسبة ومراقبة حسابات، مترشحة للانتخابات البلدية 2018 كمستقلة على حركة النهضة منزل بوزلفة. واضح مدام، كنا نبداو توا نحكي ولا ما نعرفش تحب تحكي على القائمه نتاعكم تاع حركه النهضه على بلديه بوزلفه. اي نحب اول حاجه نقدم القائمه نتاعي اللي هي برئاسه سي محسن الخلادي اللي هو زاد مستقل. نقدم بقيه القائمه على خاطرها قائمه الحقيقه متنوعه وفيها كفاءات وفيها شباب وفيها زادة متقاعدين خاطر قرينا حساب التفرغ لخدمة البلديات. نحب نقدم بإيجاز القائمة بكلها كان تسمح وكان يسمح لنا الوقت بتبيع. رئيس القائمة سي محسن خليدي، ياسمين المثلوثي، لطفي جلالية، صابر الفاهم، مدام سامية صمعية، صابر الشايب، نايلة قعمور، خالد الشريف، ذكرى عفاوي. نحدد أنه ذكرى عفاوي هي من منطقة بني غانم، حسني بن زيد من رحمة، أميرة السعيدي، عبد القادر حمادة، سميرة بن سويلة، شكري التركي، نبيلة ربيعي، سيف الدين نجيرة، تقوى جبلة، عمر الزيادي، بسمة البلعي ونوجه لها تحية، محسن بعنان، فاتن النجار، نزار قربوج ومدام زينب فرحات. واضح مدام، كان نبداو نحكيو توا على مشروع برنامجكم الانتخابي، نحكي على قائمة حركة النهضة في بلدية منزل بوزلفة. المشروع متاعنا الحقيقة هو مركز على أربع نقاط كبيرة أساسية فوالا، وفي وسطها باش نحكيو كسكسوا أنت تحب تسأل وإلا أنا باش نحلل. تفضل عندك الوقت بالطبيعة. أوكي. تعطينا المحاور متاعكم الكل. المحور الأولاني هو مدينة حديثة نظيفة وجميلة، تنمية محلية عادلة وشاملة، خدمات اجتماعية وثقافية وشبابية، حوكمة تشاركية شفافة وعصرية. نبدأ بالنقطة الأولانية، كيف نقول مدينة حديثة نظيفة وجميلة؟ الحقيقة اللي احنا نحبو نعصر الأسواق، تعصير الأسواق البلدية اللي تابعة البلدية، الأكشيك. شو معناها تعصر؟ على خطر الكلمة هذه النجم أنا نفهمك مدام أنا في استوديو، ولكن المستمع يقول لك تعصير، شنو تقصد بها بالضبط؟ تعصير أن احنا نخليو السوق نتاع منزل بوزلفة، السوق المركزي يكون عنده وجهة جميلة، أنه إنسان كيف يدخل السوق يلقاه مزيان، ما يلقاهش ممسخ، ما يلقاهش مطبع، يلقى النصب مزيانين وموحدين، ألوان موحدة. فهمت كيف بالنسبة للأكشيك؟ خط الأكشيك منتصبة في وسط مدينة منزل بوزلفة، يعني من المستحسن أنها تكون عندها وجهة مزيانة حلوة، فهمتني، اللي هي تعطي صبغة المزيانة لمنطقة منزل بوزلفة اللي هي معروفة، معناتها منطقة منزل بوزلفة هي بوابة الوطن القبلي. باهي، نمشيو للمحور الثاني. المحور الثاني باهي، بالنسبه للمحور الاولاني الحقيقه نحب نزيد فيه حاجات اخرى. كيف نقول انا العمل من اجل مناطق عمرانيه راقيه، شو معناها؟ فوالا، يعني احنا ماذا بينا نعملوا كيما في سيدي بوسعيد لون موحد للمدينه والمناطق العموميه بالذات. فوالا، كي نمشي طويكة للنقطه الثانيه اللي هي التنميه محليه عادله وشامله. شفافه ولا لا؟ اكيد شفافه، اكيد شفافه. واضح. مراجعه مثال التهيئه العمرانيه من اجل توسيع المنطقه السكنيه وتسويه وضعيه المقاصد. احنا عملنا الدوره براتيكمون في الرياف اللي تابعين منزل بوزلفة الكل، اللي هما نسميهم بدون استثناء بني غانم، العيثة، الرحمة، شرفين، الديموس، القصيرات، بنهويشات، الكلبوسي، الرينش، بوشريك، الرحمة، النوالات. هذوما الكلهم عندهم مشكلة كبيرة ياسر، اللي هما وسعي، فهمتني، وتلقى العباد عايشين معناتها أربع عائلات في 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 دار، فهمت، معناتها يعانيو بالحق، يعني بور دو بون. هذاك علاش احنا نحبوا نراجعوا مثال التهيئه العمرانيه. وحاجه اخرى زاده، الرياف نتاع منزل بوزلفة ممتده بصفه، معناتها انا واحده من الناس تفاجات، فهمتني، وماهيش مستعمله كوم يلفو.
اي شنو تعملوا انتم في الحاله هذه؟ بي احنا المناطق هذوما الممتدين ساعه باش نحاولوا ان نحصلوا الملك البلدي والعقاري المنقول، وذلك بتبيعه لتنميه الموارد، على خاطر نعرفوا الناس الكل اذا كان احنا باش نعتمدوا اونيكمون على الموارد المرصوده من الدوله راهو البرنامج ما نخلطوش حتى باش نحققوا ربعه، دونك لازمنا نخلقوا موارد اخرى للبلديه. ومن ضمن الموارد باش ما نفوتهاش انا احنا باش نعملوا جمعيه ثقافيه وشبابيه تابعه البلديه. فوالا به لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله نمشيو للمحور الثالث. لا باش نرجع للنقطه اللي انت قلت لي كيفاش باش تعملوا على حكايه المناطق الريفيه. المناطق الريفيه فما مناطق فلاحيه، فهمتني؟ هذيك مناطق فلاحيه باش نحاول باش الشباب يلقى مورد ومن وانديريكتومون هو بيدو باش يخلق مواطن شغل. باهي الحاجه الثانيه ان احنا من خلال الحصر نتاع الملك البلدي انا باش نحاولوا انه الملك اللي مش مستعمل واللي كيكا معناتها معمول هكيكا واي للخراب انا احنا باش نهيئوه ونكريوه والا نبيعوه للعباد اللي تستحق واللي تعرف انها هي هو طبيعه باش يكون فيها دخل وفيها موارد للبلديه. هذا فاش كنت نحكي لك انه احنا لازمنا نخلقوا موارد جديده للبلديه باش نجموا او فور اي ميزور نحققوا البرنامج الانتخابي، خاطر كيما تعرف اللي احنا توا ما عندنا حتى فكره على الميزانيه اللي باش ندخلوا عليها. هذاك علاش احنا كي نتوجهوا للرياف وكيف نحكيوا معاهم ونقولوا لهم راهو احنا هذا برنامجنا، مي راهو مانيش باش نحققوه نهار 7 ماي، مانيش باش نحققوه في جوان، راهو لازمنا وقت ولازمنا نحصروا الاولويات، على خاطر كيما احنا في وسط البلاد نلقاو حاجتنا بالتنوير وحاجتنا بالتجميل، لكن فما مناطق ريفيه فريمون ذات اولويه اللي هي معناتها تقول لك توا توا ما فيهاش لعب. نخص بالذكر انا منطقه بني غانم مثلا، انا تفاجات اللي هي براتيكمون اقرب نقطه لمنزل بوزلفه، لكن التهميش اللي هي عايشته شيء معناتها شيء من العجب. معناتها يفتقدوا الابسط المرافق اللي هما حتى مسالك الصرف الصحي، عباد معناتها عايشين في وسط الروايح، في وسط انا كيف مشيت فريمون معناتها قلبي غم عليا. اي شنو باش تعملوا انتم في الحاله هذه؟ شنو باش تعملوا انتم؟ هذوك احنا بالنسبه لينا احنا كلنا مناطق حتى كيف كنا كيف نروح ونعملوا تقييم للجوله نتاعنا ونقولوا فريمون فما مناطق ذات اولويه، كل ما نروح نقولوا المنطقه هذه لازم نبداو بها على خاطر بالحق معناها ما نجم نقول حتى شيء كان ما يستحقوا تدخل فوري اللي احنا باش نحاولوا بطبيعه نمدوا شبكات الصرف الصحي بالنسبه لمنطقه بني غانم ومناطق زاده حتى نوالات وكل يعيش بالحق ظروف صعيبه صعيبه اون ديغي با تابعين منزل بوزلفه سانسيغمون. باه نمشيو للنقطه الثالثه، خدمات اجتماعيه وثقافيه وشبابيه. باه الناس الكل كيف يقولوا منزل بوزلفه يقولوا مهرجان البرتقال، هي معروفه بالقوارص معناها منزل بوزلفه معروفه بالقوارص، لكن وينو مهرجان البرتقال؟ ما عادش نسمعوا عليه حتى شيء ابار انه احنا نلقاو شكون يعصر في البرقدين في وسط البلاد ولا هكايا كالكو معناتها تجار في وسط المعرض. باهي احنا طويك مهرجان البرتقال باش نسعاو ان احنا نعملوا له حمله دعائيه جديده، باش نسعاو ان احنا ندعيو التجار من كافه تراب الجمهوريه باش يجيو وينتصبوا ويحتفلوا معانا بمهرجان البرتقال. يعني بلغه اخرى احنا نحبوا نجعلوا منه عيد وطني ولملاه عيد دولي. عيد دولي فوالا. به كيف راهو انا نحب ناكد على حاجه انه البرنامج هذايا على سورتو على الخدمات الاجتماعيه والثقافيه احنا عندنا دار شباب وعندنا نادي الاطفال، لكن كيف مشيت انا في زياره ماهمش مهيئين جمله. مش مهيئين شنو تقصد؟ ماهمش مهيئين التدعيم ورعايه الاطفال. يعني انا كيف مشيت نادي الاطفال وحده بركه هي مشكوره لا محاله تقوم بالانديه الكل، تقوم بالانشطه الكل، معناها مسؤوله على الانديه الكل، مسؤوله على كل شيء، هي تعلم الرقص، هي تعلم الديسان، هي تعلم المسرح، هي تعلم كل شيء. فهمتني؟ واصلا هي كيف تحكي لي تشري في الحاجات معناتها من
كاستها وهذا مش معقول دونك لازم من نجيبها الخاص معنا نجيبها الخاص فوالا دونك هذاك علاش لازم احنا نرصدوا كيف كيف موارد لنادي الاطفال على خاطر هذاك راهو باش يلم صغيراتنا باش يلم شبابنا نتاع غدوه باش يلم الرجال ونساء المستقبل باهي مدام قبل ما نكملوا مدام نحكي مع مدام ايناس اكيد مدام ايناس قبل ما نكملوا نحكيوا في بقيه المحاور في معنا مشروع برنامجكم الانتخابي موضوع مهم للغايه ما تطرقتوش انت للتو الى التو مازالك عندك اقل من 4 دقائق زوز حاجات مهمين للغايه نحكي على هنا على مجال الصحه ومجال التعليم شنو محضرين انتم في مشروع برنامجكم الانتخابي في مجال الصحة أول حاجة مجال بالنسبة لمجال الصحة باش نسعى أن احنا نكبروا في المستشفى توسعة معنا توسعة متاع المستشفى متاع منزل بوزلفة حاجة أخرى أنت فكرت معتها نقطة مهمة ياسر واللي أنا ديجا مدونتها اللي هو فما مستوصفات في الديموس في الرحمة في بني غانم اللي هما يخدموا بالتداول يخدموا يعني نهارين في الجمعة وإلا فهمتني قلتلكم باش نسعى بالطبيعة ديما راهو بالتنسيق مع الوزارات المختصة هوني معناتها نخص بالذكر وزارة الصحة أنا احنا باش نسعى أن المراكز الاستشفائية هذه تكون معناتها تخدم جمعة كاملة على خاطر مش معقول كيف ناخذ أنا منطقة الداموس اللي هي تبعد على منزل بوزال في 25 ولا 30 كيلومتر أنا واحد وقت اللي معناتها يبدأ عنده كاد يورجونس يلزم يمشي للسبيطار المنزل هذه حاجة ماهيش طبيعية حتى طرف هذاك علاش احنا باش نسعى ان المستوصف هذا باش نخليوه انه هو يكون يخدم في النهار وفي الليل وكافة ايام الاسبوع بالنسبه للتعليم قطاع التعليم بالنسبه لقطاع التعليم القطاع التعليم احنا ماذا بينا معناتها نسقوا مع المدارس ومع المعاهد فهمتني ان احنا معناتها خارج اوقات الدراسه باش نخلقوا انشطه ترفيهيه وتكوينيه للصغار هذاك علاش نحبوا نعملوا دار ثقافه فهمتني باش ندعموا على خاطر الدراسه وحدها وبعد التلميذ يخرج للشارع ويتعلم لك 20,000 حاجه خايبه ماهوش معقول يلزمنا احنا نحيطوهم وتعرف توا كيفاش معناتها صغيراتنا ولاو سهل ياسر استقطابهم للحاجات الخايبه وكل شيء دونك احنا لازم تكون عندنا فريمون قوه فعلا ونستندوا في هذا للشباب الواعي وفما برشا شباب واعي فهمتني ان احنا باش من خلال دار الثقافة ومن خلال تهيئة كما قلت لك نادي الأطفال ودار الشباب أن احنا نستقبلوا الصغيرات والشباب ذي الأنشطة فعلا والأنشطة تخليهم يكونوا رائدين في المجتمع غدوة والله مدام إيناس بركات في أقل من دقيقة نخلي لك كلمة حرة مساج حر بطبيعة أنت كعضو عن قائمة حركة النهضة عن بلدية منزل أبو زلفة الدائرة الانتخابية نبيل الاثنين كلمة توجهها للمواطن التونسي اللي ماشي لمكتب الاقتراع نهار الأحد باش ينتخب وعلاش ينتخب حركة النهضة عن بلدية منزل بوزلفة في أقل من دقيقة تفضل أول حاجة علاش ينتخب المواطن إذا كان يعتبر نفسه مواطن يلزمه ينتخب سواء في النهضة ولا في نابل ولا في منزل بوزلفة ولا في تونس يلزمه ينتخب خصوصا أن هذه هي أول انتخابات بلدية بعد الثورة ما صارتش حتى كيف يقولون انتخبنا ما ننتخبنا نقول لهم ما صارتش قبل انتخابات بلدية راهي هذه أول انتخابات باش تصير وأنت راك باش تكون شير معناتها فاعل في الحكم راك أنت باش احنا باش نشاوروك راك أنت باش تكون طويكة فما حكم تشاركي وشفاف دونك يلزم الناس الكل تمشي تنتخب أنا ندعو المواطنين التوانسة الكل وندعو المنازلية الكل أنهم يمشيوا بكثرة نهار 6 ماي يمشيوا ينتخبوا وما تأيسش ويزمك تعطي صوتك ويزمك تكون فاعل ويزم غدوة إن شاء الله خير جست حاجة أقل من 20 ثانية أقل من 20 ثانية ما أنه غدوة اختتام الحملة الانتخابية نحب ندعي الناس الكل أنهم يجيوا في قاعة الأفراح منزل بوزلفة حركة النهضة عاملة حفلة صغيرة باش نختتموا بها الحملة الانتخابية وباش هكاك نخليوه بالحق عرس انتخابي ونشكركم يعطيكم صحة وبركة الله فيكم شكرا جزيلا لك مدام إيناس بركات عضوة عن قائمة حركة النهضة بلدية منزل بوزلفة نحكي هنا على الدائرة الانتخابية نابل الاثنين كابا فان الكلمة ليك